بشتغل أول عمل إلي بالفسيخ ساق مشاركة أولى. الأول عجبتني الفكرة لما طرحوا علينا إنه في مهرجان شغل بالفسيخ ساق. أخذت أول مرة بشتغل أني عمل من النوع. مشتغلة بتطريز بأنواع بأعمال ثانية طبعاً كنت برسم عادي كمان. بس الشغل الفسيخساء اول مره اول تجربه لي يعني. فتت على الانترنت شفت اخذت معلومات تقريبا شو بقدر استفيد من بما انه اول محاوله لي بالموضوع وقلت بشارك خلص قررت شارك يعني وجيت على الموضوع كعمل فسيخساء اول عمل لي العمل تبعي موضوع منظر طبيعي يابسي وبحر خضار طبيعه يعني من بتاخذ كمان من طبيعه الجولان من عندنا بس الأساس فيها الطريق وبنهاية الطريق في إشارة ممنوع المرور وممنوع العبور قصدت فيها نحن بالجولين وضعنا كيف يعني بأي عمل بنقوم فيه بأي شيء بأي أي إنسان بيوجه أكثر الشغلات عندنا كمان قديش بيمشي الإنسان لقدام أي شخص عندنا مثلا بيوصل لحد معين في شيء ما بيوقف عنده ما عادش يقدر يجتازه يعني بالجولة نحن مثلا مسكر علينا يعني كمان بتعني ده الموضوع هيك فقصدت هيك عبر عن الشغلة فيها جسد ظل امرأة بيحمل معاني حلوة للحياة الولادة الخص بالحب والحرية وهذا امرأة عملت ستارة سوداء عبزيحة وفي افق و وحياة قوس قزح وكذا قدامها يعني هذه لوحة فسيفساء يعني تفاؤلية خلينا نقول حاولت أعملها إن شاء الله أنا تعجبكم فكرة اللوحة تبعي بالفسيفساء حبيت أحكي عن مسألة الموت يعني على مدار حياة الشعوب كان الموت هو جزء لا يتجزأ من حياتهم وللوهلة الأولى منفكر إنه الموت هو بس حالة تشاؤمية بالعكس أنا بشوفها كمان هي حالة تضامن اجتماعي وإنساني وفي فيها نوع من العودة للذات أو الانسجام الروحاني إذا بقدر أقول يعني حبيت أحكي عن موضوعها الموت يعني هي حالة العودة للذات أو حالة التضامن الاجتماعي اللي بتحصل بعد الموت أو شيء منها يعني مش بس حالة تشاؤم هي بالنهاية حالة إنسانية ممكن أي طرف يتعرض لها مسألة روحانية بالذات يعني حبيت أحكي عن موضوعها فيها سلام فيها عودة للذات فيها بعد عن الحرب فيها استراحة من الهموم أو ممكن ثلاث أشخاص هو عم يحملوا شيء مش شرط أنهم يكونوا عم يحملوا محمل لشخص أو شيء ممكن عم يحملوا تعاستهم أو سعادتهم أو همومهم أو نحن بحالة حمل لأشياء معينة بعتبر يعني حتى تنتهي حياتك الفرد يعني ببساطة الموضوع هي أول مرة أول تجربة هي بالفسيفساء بنشتغل فيها وحسب رأيي طريقة الشغل مش صعبة بالمرة لأنه نوع من أنواع الفن بالنهاية وبيحكي قصة مش بيختلفش كثير عن الرسم أو النحت وتجربة حلوة كونها أول مرة بتكون عنا بالجولين وفكرة اللوحة اللي عم بشتغل عليها استوحيتها من بعد الأحداث اللي صارت بعد المهرجان المسعدي وقصة العمل اللي نحكى عليه واللي تقرر له بدون ما ينشف الناس قرروا وحكموا عليه من هون اجت فكرة الأشخاص اللي اشتغلتهم بدرس وكأنه في نحن ماشيين قطيع أو قافلة ممنوع نفكر ممنوع نقرر في مين يقررنا ولا عم يقرر مش عم يشوف يعني هو بيفرض صوته وبيقرر بدون ما يسأل من هون اجت الفكرة وحبيت اخترت الطريقة اللي أبسط شيء التبسيط بسطتها واشتغلت عليها. هي بعمل لوحة عن صيادين السمك من الغضبي البركي وفي على سرح وشباك.
وهني قل اخوتي يعني خلي صوره من اخوتي كيف كانوا يسرحوا الشباك و هذا اول مهرجان بشترك فيه. عم بشتغل على العروس السوري، العروس اللي على الحدود. ان شاء الله تكون فكره حلوه تعجب الكل. فكرة المهرجان بلشت من نجمع قطع بعض ملونة ونعمل منها لوحات حبرية. بلشنا فكرة المشروع كانت تقريبا قبل شي شهر. كنا عايزين نعمل المهرجان شوي موسع أكثر، أما الظروف الجوية كنا متوقعين يكون في شي تغيير، فعملنا مختصر أكثر. دعينا 11 فني. الفكرة اللي نعمل كانت إنه نعمل لوحات فنية من الواقع تبعنا. أنا مثلا أخذت فكرة الجندي أو معركة تعرفون من المعارك العربية الحديثة، حبيتهم أبرز دور الجندي وصورتهم لحظة الانتصار تبع الجندي. المهرجان بيختتم بآخر الشهر 31/12، والأعمال بتوزع بالشارع اللي تعرفون اللي بجانب المجمع. ممكن يكون كمان في اعمال ببيت الفن هون حوالي بيت الفن، وتعاقد بالمداخل تبع المجمع ممكن.